يعني هو مستر مارتن بيقول لي انا طبعا انا كمان يعني ايدي اشعرت، يعني هو لسه بيقول لي ان ايدي اشعرت. بقول له ده تمرينه فقط، ده تمرين بس، ما شافش ملعب بقى وما شافش لسه حضراتكم وانتم موجودين. الراجل بالفعل ايديه، انا قمت يعني ايديه اشعرت بالفعل وبيوريني ايده وكان عايز يوريها لحضراتكم. هو ده جمهور الاهلي يا مستر مارتن. ده في تمرينه بس، خد بال حضرتك، ده تمرينه فقط. سي سي لو سي لو سي. bueno ojalá tengamos la oportunidad de ياريت de disfrutar de esa masa de esa ياريت نقدر نسعد الجمهور ده ويا ريت نقدر نسعدهم. ojalá que también le podamos dar a esa gente una alegría no que la merece. يا ريت نقدر نديهم السعاده التي يستحقوها يعني. ان شاء الله هتشوف جمهور الاهلي ان شاء الله. بما اننا بقى بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي والبطوله الافريقيه، انا بس عجبني